ستقدم للمشاركين. ثم وزارة الخارجية باعتبارها ما ورد في المذكرة التقنية ورد عن تقييم الوافد هنا مختلف الدول الإفريقية المشاركة معنا بهذا الحدث نرمي إلى أن نحدد التزاماتنا ما تنصيب باللجنة التحضيرية الخاصة بتنظيم الحدث القاري الذي ستحتضنه الجزائر في الفاتح من نوفمبر المقبل بحول الله تعالى وإلى غاية الرابع من نوفمبر المقبل واللي هو منتدى الشباب الإفريقي. نصبنا اللجنة التنظيمية وجاري التنسيق مع مختلف القطاعات الحكومية والوزارية للاستعداد الجيد وضمان حسن استقبال أصدقائنا الشباب من مختلف الدول الإفريقية.